نداء الى الاخت موضي، انا عند باب بيتكم، امي مرسلت لكم كليجر. نداء الى الاخت موضي، انا عند بيتكم، امي مرسلت لكم كليجر. لو سمحت تعال استلميها عند البوابة، لو سمحت. خير، انت ايش فيك؟ كل الحاره درت انك جايب كليجه. تعرفين وراي بصمه واخاف اتاخر. ما شاء الله توظفت. ايه توظفت، وصرفوا لي جهاز واعطوني سياره. عادي اذا تبين تشوفينها اصد، وانت اطلعي شوفيها. اوكي اوكي. ما شاء الله، الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها. امين. خلاص شفتيها؟ ايه شفتها. اجل صدي بلتفت. والله برافو عليك عامر، توظفت كذا بسرعة. تعرفين وراي زواج وسفرة، بنروح المالديف أنا وزوجتي وفي الأم وهناك. عاد تدري والله ودي من زمان إني أروح المالديف. أبشر أبشر بعزس، بتروحين قريب بإذن الله. أبوس جاهز بني، سكر الباب. هلا والله ومسهلا. خير، وش السالفة؟ لا بس جبت لكم كليجة. ها دبت تشتغل توصيل طلبات المطاعم. أم عاد مطاعم ما تشوف يا عم، هذه شركة بحر الأمان للأمن والسلامة، أنا توظفت. ما شاء الله، الله يوفقك ويسهل أمرك، بس أهم شيء عسى الراتب زين. أفع عليك يا عم، تصدق أخوياي اللي قبلي كلهم فتحوا بيوت، اللي تزوج بنت عمه، واللي تزوج بنت خاله، واللي تزوج بنت جيرانهم. الله يوفقك يا عامر، وانت انسان طيب ومحبوب ما شاء الله عليك، وتستاهل بنت الحلال ان شاء الله. يعني استاهلها؟ من هي؟ بنت الحلال. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عامر حدد موقعك، عند اي بوابه؟ انا عند بوابه عمي ابو موضي. استلم. اي فرع هذه البوابه؟ هذه فرع حي غرناطه. استلم.